مرحبا، شوفي ما في حلقة جديدة. رح نحكي اليوم عن المسلسل التلفزيوني اللي بيتناول مسيرة الفنان جورج وسوف. خير، شو صار له لجورج حتى عم يعملوا له مسلسل؟ طول بالك وروق وكش بره وبعيد، الله يطول بعمره للوسوف. هلا للصراحة أي حدا بيسمع إنه في مسلسل عن حياة فنان بيفكر هيك، لأنه هيك العادة، مننطر لحتى يرحل النجم عن عالمنا ووقتها بنعمل فيلم أو مسلسل أو حتى رواية عن حياته ومنجزاته. وهيك بيكون هالعمل المنجز مليان أخطاء وهفوات أو أحداث غير دقيقة أو تفاصيل يمكن ما كان بيحب الفنان إنه ينحكى فيها علناً. مسيرتي اللي عم ينعرض حالياً على منصة شاهد هو بمثابة سيرة ذاتية ووثائقية بتحكي عن أبرز المحطات بمسيرة الوسوف وبتكشف أسرار بتنقال للمرة الأولى، وتم فيها اختيار اللي أدوا شخصية الوسوف بمراحله العمرية المختلفة بعناية كبيرة لحتى يكونوا بيمتلكوا أكبر قدر من الشبه بملامحهم الخارجية. مسيرتي حقق لحد هلأ مشاهدات عالية وصار ترند بفترة قصيرة. ونحن ببرنامجنا ما رح نحكي عن قديش مبسوطين بوجود مسلسل بيحكي عن وسوفنا، ولا قديش بنحبه بنشوف حالنا فيه وبنكبر بوجود فنان سوري هالقد بيرفع الراس. رح نركز على نقطة واحدة بس، هي انه هالمسلسل فريد من نوعه لانه انعمل والوسوف معنا وبيناتنا، وجورج بنفسه هو اللي عم يروي قصته وحكايته. بنقول مسيرة سلطان الطرب بكل تاريخه الفني والإنساني تستحق إنها تنحكى وتصير وثيقة للزمن، ونحن محظوظين إنه أصحاب هالفكرة نفذوها بوجود الوسوف وبمشاركته، وهيك ساعدونا لحتى نعبر عن محبتنا الكبيرة لهالشخص الاستثنائي. هي كانت حلقتنا لليوم، انطرونا بحلقة جديدة.